صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا النهارده جايه لكم بفيديو جديد. حطي لي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو مش مشتركه عشان يوصلك كل جديد. انا ده تاني فيديو هعمله، بس فيديو مختلف عن الفيديو اللي قبلي، لان الفيديو ده انا هعمل حاجه حلوه، يعني بعيدا عن المشتريات وكده. انا هعمل حاجه اسمها قستر، هي حاجة جميلة جدا جدا، هي مش معروفة قوي، يعني الناس مش متقبلة عليها زي الرز بلبن والمهلبية، بس حاجة انا يعني بفضلها قوي وبحبها قوي، وهي بسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص، ومكوناتها برضو سهلة قوي. تمام، كل اللي شايفني، انا النهاردة هبدأ معاكم الفيديو ونعمل واحدة واحدة مع بعض، بس نشوف برضو ايه اللي احنا هنجيبه. اولا كده انا لما بجيب الكاستر بحب اجيبه دريب، يعني انا لما بحب اجيب ماركه كاستر انا بحب اجيبه دريم. دريم من افضل انواع الكاستر، انا جربت الاكياس، جربت حلو الشام، جربت اكتر من حاجه، بس افضل حاجه هو دريم. هو اللي بيدي قوام وبيدي طعم، وتحس ان فيه برضو مكونات زياده شويه. هو اصلا الكاستر بيبقى عباره عن شويه مكونات نشا وملح وفانيليا ولون، بيبقى مجرد يعني عن مهلبيه كده، يعني زي المهلبيه بس بيبقى حاطين لها حاجات اضافات معينه غير المهلبيه. الكاستر ده يعني العلبه دي على فكره مش غاليه قوي، بتقعد كتير قوي وهي رخيصه جدا، في حدود 15 جنيه او حاجه، بس انصح انك تجيبوا دريم، الافضل ان انتوا تجيبوا دريم. في منتجات حلوه كتير بس انا مجربها دريم، لاني جربت اكتر من حاجه ما عجبتنيش زي دريم. وعندي لبن، سواء لبن جاهز من بره او لبن بلدي، بس انا افضل اللبن البلدي. انا هعمله النهارده بلبن بلدي على فكره، بس انا جبت اللبن عشان لو برضو انت عندك لبن، ده موجود وده موجود، يعني ده متاح وده متاح. وعندي هنا عين جمل، اي بقى مكسرات انت عايزاها بقى، اي مكسرات، عين جمل، فستق، لوز، اللي انت عايزاه. وعندي هنا جوز هند على الزبيب. تمام، وعندي هنا معلقه صغيره كده من كريم الشانتيه. كريم الشانتيه برضو هيدي له طعم وحلو قوي، لو مش عايزه تحطيها او مش عايزه تضيفيها او مش متاحه مش مهم، بس هي لقيتها عندي فقلت برضو هتديها طعم حلو قوي. تمام، انا النهارده زي ما قلت لكم هنبدا نشوف نعمل ايه في الكاستر. اول حاجه كده انا جبت معاكم اللبن، زي ما قلت لكم عايزه لبن مبستر عادي او عايزه لبن ده عادي، ده متاح وده متاح، اللي انت عايزاه. نظبط بس كده مع بعض. زي ما قلنا هناخد يعني مش هناخد كتير، نص ده معايا نص كيلو لبن، النص اهو نص كيلو لبن يا بنات بياخد معايا معلقتين كبار من الكاستر، يعني النص كيلو لبن بياخد معلقتين كبار من الكاستر. هنحط برضو معاكم وهنشوف كل حاجة. اول معلقه، تاني معلقه بس، تمام، ونحط برضو معلقه اللي اتفقنا عليها الكريم شانتيه، لو موجوده تمام مش موجوده خلاص. بس هنا في نقطه مهمه قوي، لازم الاول ندوب اللبن، نرجع ده كده الورق، لازم الاول يا بنات ندوب اللبن الساقع، ندوب معلش انا اسفه، لازم ندوب الكاستر معانا في لبن ساقع، ما ينفعش ان احنا ندوبه في لبن سخن هيكلكع معانا. لازم اي حاجه فيها نشا بنعملها الاول، بندوبها الاول في لبن ساقع. تمام، اهو زي ما انتوا عين معلقه النص كيلو لبن ده، نص كيلو بالظبط، يعني النص كيلو بيبقى عباره عن كوبايتين كبار، بياخدوا معلقتين كاستر ونص معلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي كريم شانتيه. لو انت حابه تضيفيها، مش حابه تضيفيها برده براحتك، احنا برده لازم نلف الكاميرا كده ثانيه واحده معايا. طيب السكر، انا عن نفسي بحط السكر. شايفين يا بنات الكاستر داب خالص مع الكريم شانتيه في اللبن، لان اللبن ساقع
والنشا لما بيتحط في حاجه ساقعه بيدوب بسرعه وما بيتكلكعش معايا. تمام. عندنا سكر، نحط برضو معلقتين سكر. السكر ده زي ما انت عايزه بقى، عايزه تحطي معلقتين، عايزه تحطي ثلاثة. انا عن نفسي بحط معلقتين ونص سكر او ثلاثة، بيديله برضو طعم لان اللبن برضو كتير شويه. نحط اللبن اهو، نفضل ندوب كده مع بعض اهو. تحس ان هو داب. بصوا يا بنات، اللبن البلدي بيعمل قشطه، فبالتالي بيدي طعم حلو قوي 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 للكستر، يعني احسن من اللبن الجاهز. اللبن الجاهز حلو، بس اللبن البلدي اللي بيكون فيه قشطه احسن. يلا بقى نروح نحطه على النار ونشوف ندخل هيدخن معانا ازاي، وامتى هنشيله من على النار وهنعمل فيه بعد كده. اهو يا بنات، انا دلوقتي حطيته على النار، بس نوطي النار شويه اهو. نفضل بقى نقلب فيه، نقلب فيه كده. لحد ما يبدأ يدخن معي، بس اهم حاجة انه ما يدخنش قوي. ما يدخنش جدا معي. انا عايزاه يكون السمك بتاع التخن بتاعه كويس، لان انت كده كده لما هتحطيه في الكاسات بتاعته هيدخن، وهيتحط في التلاجة هيدخن. فانا مش محتاجة تخين قوي يا بنات. هفضل اقلب فيه كده عشان ما يكلكعش معي. اهو ابتدى اهو يدخن معايا، ابتدى يعني يمسك نفسه شويه، لان طبعا في نشا. هو تقريبا هي الكاستر تقريبا شبيه جدا المهلبيه يعني، بس هما بقى ايه بيضيفوا عليه حاجات تانية ومكسبات طعم وكده، فبيبقى احلى شويه يعني. تقريبا الكاستر هو المهلبيه، مفيش فرق، بس الكاستر بيبقى ليه نكهه احلى شويه من المهلبيه. ابتدى بص يدخن معايا، بقى تقيل معايا، ولو تلاحظوا ان لونه كمان بقى لون قريب للاصفر، لان الكاستر برضو بيبقى ليه لون، فبيخليه لونه اصفر شويه. لحد ما يدخل معايا ويبقى قوامه لا تخين قوي ولا يعني خفيف قوي، لان هو لسه هيدخن تاني لما يقعد في التلاجة. اهو يا بنات، ابتدى كده كاستر جاهز معانا وتخن معانا اهو. وعايزه اقول لكم ريحته جميله جدا 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 اهو. تخن معايا، ندفع عليه النار، نصبه بقى في كوبايات ونشوف هنعمل ايه اهو. وده شكل الكاستر بعد ما انا فضيته في بولات كده وقدمته، وحطيت فوق الجوز الهند والزبيب. وعلى فكره انا في عين جمل حطيته اثناء ما انا كنت بعمله، يعني اثناء ما انا كنت بعمله على النار حطيت شويه عين جمل، بتديله طعم حلو قوي. تمام. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وهو من الحاجات الجميله جدا جدا اتمنى ان اي ست تعمله، يعني هو مش مكلف خالص وحاجه حلوه جدا وطعمها كويس جدا، ان شاء الله تعجبكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وشكرا جدا ليكم.